رجال أعمال، أصحاب مؤسسات، سياسيون وأعضاء من المجلس التأسيسي مجتمعون في نفس المكان، والهدف واحد: دفع الاقتصاد ومحاولة النهوض به. قلنا ما هي الحلول معناها العاجلة للنهوض الاقتصاد الوطني تونس؟ إذا معناها كما سمعتوا الأخوة مازالوا في النقاش، استرجاع الثقة، اعتبار صاحب وصاحبة مؤسسة اللي هو وطني يستثمر يقوم بالواجب نتاعه، يشغف الناس وهو يساهم في الثورة والثروة التونسية، واللي هو كان ديما واقف، اعطيه ثقة في الشباب التونسي اللي هو عنده كفاءة وممكن يشتغل، ممكن ينتصب للحساب الخاص، اعطيه معناها سهلوا كل ما هي المسائل المالية باش الناس هذوما يستثمروا. وضع اقتصادي خطير ويتطلب وقفة حازمة، فلا ديمقراطية بدون اقتصاد قوي. هذا ما عبرت عنه وداد بوشمواوي رئيسة منظمة الأعراف. اليوم ما يصيرش ديمقراطية بدون يكون اقتصاد قوي، ما يصيرش اقتصاد قوي بدون توفير الأمن، ما يصيرش اقتصاد قوي بدون استرجاع الثقة في أصحاب وصاحبات المؤسسات. اليوم الوضع متاعنا في تفاقم، معناها البطالة، في تفاقم التوريد والتهريب العشوائي، في تفاقم الاضطرابات الأمنية، خلات الناس كل مرتبكة، خلات صور تونس في الخارج مضطربة. لذا حان الوقت اليوم معناها باش الناس الكل نحطوا اليد في اليد ونفكروا في تونس. رئيس الحكومة أكد أن الوضع الاقتصادي من أولى أولويات الحكومة، وأن الجهود منصبة لتسريح الاقتصاد حتى ينطلق نحو النمو. لأنه تو عندنا حوالي 70 مشروع قانون عند المجلس الوطني التأسيسي، مشاريع قانونية يلزم تدرسها اللجان ثم الجلسة العامة ثم يصادق عليها. كثير منها عاجل برشا، مرتبطة به تنمية، مرتبطة به مشاريع، مرتبطة به خط تمويل متاع تنمية جهوية وإلى متاع مشاريع. واللي اقترحنا على المجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون صغير، قلنا له في ظل هالمرحلة اللي المجلس باش يركز فيها على الجوانب التأسيسية وعلى الدستور والانتخابات وكذا، مضى بنا ثم مجموعة من الإجراءات من الأشياء ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية المحدودة جدا يفوضنا فيها في الحكومة باش ما نتعطلوش. الاتحاد العام التونسي للشغل أكد بدوره ضرورة التفاف الجميع للنهوض بالاقتصاد، ولكنه أكد أيضا أن الوضع الأمني هو من أكبر العوائق أمام الاقتصاد وليس الإضرابات كما يروج له. ما يقال على الاتحاد الذي ينادي بمؤتمر الوطن للحوار في الأسبوع القادم، وهو انطلاقا ودليل على صحة تمشي الاتحاد في أنه النهوض بتونس ليس في المجال الاجتماعي فقط، وإنما في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في المجال الأمني، في كل القطاعات، في كل المجالات اللي تخلي من تونس تعيش المرحلة الانتقالية بسلام. 9 توصيات ختمت هذا اللقاء، يأمل الجميع ألا تركنا في الرفوف كغيرها، وأن تكون الانطلاقة الفعلية لاسترجاع الاقتصاد أنفاسه ثم نسقه.